السلام عليكم، معاكم ابو فهد من قناة بلاليط. اليوم انا من غير شر بروحي، الاولاد مو معاي، والسبب ما يرجع لسبب دراسي، لا اليوم لان اللعبة لا تصلح الا لمن هم اكبر من 18 سنة، وانا عن نفسي اعطيها حتى اكبر من 21. اللعبة هي جي تي اي 5 المحسنة. انا ما امنح اولادي فرصة للعب مثل هذه الالعاب لانها فيها سلوكيات وتجسيد والفاظ خادشة للحياة، بالإضافة إلى عرض لبعض السلوكيات الإجرامية اللي ما أفضل أمنحهم إياها الحين. عقولهم غير ناضجة، تحتاج إلى تطوير وزرع مبادئ كثيرة فيها حتى يقدرون إن يواكبون مثل هذه الألعاب، وحتى لو كانت أفلام أو حتى رسوم متحركة. لازم نختار حق أولادنا الشيء اللي يصلح لهم. ما إحنا داشين بمحاضرة طويلة عريضة، اللعبة لها بطاقة تعريفية راح نعرضها عليكم، ومن ثم راح ندش على تجربتنا. احنا ما راح نقيم اللعبة، انا ما عندي تقييم للعبة لان هذه اللعبة تعتبر من اساطير الالعاب اللي صدرت على الاجهزة بشتى انواعها، فانا مو جاي اقيم اللعبة، لا انا جاي اشوف هل النسخة المحسنة تستطيع او تفضل انك تشتريها او لا يفضل انك تشتريها. هل هي فعلا تستحق التجربة والشراء كنسخة محسنة أم تتم على النسخ السابقة؟ وكل شيء ولا تبريراته ولا خلينا نقول أسبابه، يعني ما راح أعطي رأي من غير ما أعطي سبب يكون نوعا ما مقنع لي أولا وثم لكم، وممكن يساعدكم في اختيار هذه اللعبة أو تتمون على النسخ السابقة إذا كانت عندكم. كل هذا طبعا راح يكون خلال هذه الحلقة اللي راح تكون نوعا ما إن شاء الله سريعة كثر ما أقدر. الآن ننطلق مع البطاقة التعريفية. البطاقة التعريفية نبلش باسم اللعبة. احنا في المقدمة قلنا اسمها GTA 5 وهو اختصار لكلمة Grand Theft Auto 5. اللعبة صدرت من شركة معروفة في منتجاتها او العابها المختصة في العالم المفتوح، وهي شركة روكستار، ولعل ابرز العاب اللي انتجتها هي Red Dead Redemption الاول والثاني، بالإضافة إلى سلاسل ألعاب أو سلسلة ألعاب GTA. تعتبر من السلاسل المنفصلة اللي هي غير مرتبطة، بمعنى أن كل لعبة تصدر تكون ما لها علاقة في اللعبة السابقة أو اللاحقة على الغالب، يعني لها عالمها وقصتها وحبكتها الدرامية الخاصة فيها. نظام اللعبة عالم مفتوح، مغامرات، جريمة وعصابات. إنزين، يعني هي عالم مفتوح open world adventure crimes مافيا وخلينا نقول gangs. يعني صدرت اللعبة في نسختها الأولى اللي هي النسخة الأصلية غير المحسنة في 17 سبتمبر 2013، أي ما يقارب 10 سنوات تقريبا. يعني نتكلم في نهاية بلايستيشن 3 وبداية بلايستيشن 4، وكانت صادرة على جميع الأجهزة البلاي ستيشن والبي سي والإكس بوكس. النسخة المحسنة اللي هي صادرة فقط على البلاي ستيشن 5 في 15 مارس من هذه السنة 2022. خلصنا الحين من البطاقة التعريفية، عندنا طريقة مراجعة النسخة المحسنة. راح تكون عندنا نسخة البي اس 4 والبي اس 5. ما راح يكون في تقييم للعبة من حيث القصة ومن حيث خلينا نقول التحكم في الشخصية. هذه اللعبة خذت كفايتها وتعتبر من أساطير ألعاب البلاي ستيشن والأكس بوكس، يعني لعبة خذت حاصلها وخلينا نقول يعني استنزفت موارد الناس والناس شبعوا منها. في ناس إلى الآن أمانة يلعبونها، هي تعتبر أفضل لعبة مستمرة من 10 سنوات، يعني إلى الآن الناس تبني قصص عليها وتستخدمها، والأونلاين مالها يعني نوعا ما ممتاز. فللأمانة احنا مو جايين نقيم اللعبة هل يسوى تشتريها ولا لا، احنا جايين نشوف هل يسوى تشتري النسخة المحسنة ام لا. احنا هي مشكلتنا في النسخة المحسنة وليست في اللعبة كجيم بلاي كامل. كجيم بلاي كامل مستحيل اقيم لعبة بعد 10 سنوات حصدت جوائز وحصدت استمرارية وحصدت معجبين، يعني مهما حاولت انتقدها فأنا مو جاي انتقدها لأنها خذت حاصلها على ما يقولون. طريقة مراجعتي للعبة
راح تكون عبارة عن أسئلة أنا أطرحها وأجاوبها بنعم أو لا، وبكل الحالتين لازم أفند ليش قلت نعم أو ليش قلت لا، بحيث يعني أني أقدر أوصل لكم الصورة الكاملة للنسخة المحسنة، هل تقدر تشتريها وممتازة وتسوى تشتريها أو لا، يعني تركها وخليك على نسختك القديمة ماكو فرق. هذا كله راح أتناوله في أسئلة أجوبتها بنعم أو لا مع التفنيد، فهي يعني طريقة مراجعة بسيطة أختصر فيها الوقت كثر ما أقدر. السؤال الأول، هل هناك فرق بين النسخة الأولى والنسخة المحسنة؟ الإجابة نعم، في فرق، أكو فرق بين النسخة المعدلة والمحسنة والنسخة القديمة. هذا الفرق يعني لو قلنا أن في فرق، هل هو واضح؟ نعم هو واضح، وراح يعني مجرد ما تلعب النسخة المحسنة خصوصا إذا جربت النسخة السابقة راح تحس في فرق في أشياء معينة. زين، فجواب نعم في فرق بين النسخة السابقة والنسخة المحسنة. لو قلنا أن في فروق في اللعبة، هل الفروق في المحتوى أو الفروق في الريزوليوشن والرسوم والوضوح أو الفرق في التحكم والشخصية أو في المحتوى، يعني الفرق وينه يا أبو فهد؟ الفرق راح يكون مثل ما قلنا احنا في أسئلة. فالسؤال الأول، هل هناك فرق في المحتوى؟ شنو معنى محتوى؟ في القصة، في الدراما، في تسلسل الأحداث مالت اللعبة؟ للأمانة لا، الفرق ليس في المحتوى، المحتوى مال اللعبة نفس ما هو، نفس الأحداث، نفس الألغاز، نفس كل شيء سابق كان موجود في اللعبة هو موجود حاليا. هل الفرق موجود عندنا في التحكم وفي الشخصية وتطوير الشخصية؟ لا، الشخصية مثل ما هي، نفس طريقة تحكمها، نفس طريقة سواقة السيارة، ماكو فرق نهائيا من ناحية الشخصية والتحكم، فمو هذا الفرق اللي احنا قلنا عنه. الفرق وين؟ الفرق في الوضوح والنقاوة. الوضوح والنقاوة في فرق كبير جدا بين الجيل السابق، خلينا نقول نسخة الجيل السابق ونسخة الجيل الحالي. نسخة الجيل الحالي راح نلاحظ، حتى انتوا انا عرض لكم الشاشة اللي على اليمين، على يمينكم وانتوا تشوفون الشاشة هي نسخة البي اس 4، والنسخة اللي على اليسار هي نسخة البي اس 5. راح تلاحظون ان نسخة البي اس 4 فيها شوي غموش، شوي مواضحة، على عكس نسخة البي اس 5 اللي تمتاز بالوضوح والنقاوة، وحتى البيكسلز نوعا ما تقدر تلاحظه. فكانت صراحة الفروق في الوضوح والنقاوة والرسوم جدا ممتازة وجدا أفضل من النسخ السابقة. يعني لو قلت أنا أبي أحط نسبة بحيث أني أقول كم فرق في الوضوح ما بين النسخ هذه والنسخ السابقة، الفرق يتجاوز 70%. يعني إذا كنت بلعب النسخة السابقة فالنسخة الجديدة أفضل منها بما يتجاوز 70%، وايد أنقى، وايد أفضل. بس اللي يلعبون GTA ترى ما يدورون نقاوة، يدورون أحداث، يدورون قصص، يدورون ألغاز، يدورون عالم مفتوح يمشون فيه وين ما يبون يروحون. فيعني هذه النقطة، هل الوضوح والنقاوة هي الدافع أنك تشتري هذه اللعبة أو لا؟ للأمانة ما أعتقد للجميع، مو الكل راح يشتري اللعبة على أساس الوضوح والنقاوة، خصوصا أن اللعبة مستهلكة 10 سنوات روكستار يحلبون في إنجازاتهم في هذه اللعبة. يعني كافي كان المفروض تحط ثقل التحسين النسخة هذه في GTA 6 اللي أعلنتوا عنه بصورة أو بأخرى، أن في GTA 6 راح تنزل إن شاء الله خلال السنوات القادمة أو هالسنة أو السنوات القادمة، حتى مو هذه السنة ما أعتقد يمديهم. فالوضوح والنقاوة نعم هناك فرق بنسبة 70-90% من الوضوح والنقاوة وجودة الصورة اللي تنعرض عليك في اللعبة. السؤال الأهم اللي لازم نطرحه على نفسنا وإحنا نلعب نسخة محسنة لنسخة سابقة، هل اللعبة بعد 10 سنوات تستحق أن الواحد يشتريها؟ صحيح ان في تحسن في النقاوة، لكن انت تتكلم عن نسخة 10 سنين الناس تلعبها، هي 10 سنوات
يعني تتكلم اللعبة مستمرة بعشر سنوات، ترى مدة طويلة للأمانة. نعم ولا نعم، تسوى انك تشتريها اذا انت ما جربت اللعبة. اذا انت ما تلعب جي تي اي 5 فلا تستعجل، اشترها الحين موجود على النسخة اللي هي بي اس 5، السعر رمزي $10، وتستحق انك تشتريها وتجربها كونك ما جربت النسخ السابقة. واذا كنت مجرب النسخ السابقة فللأمانة انا واحد جربت النسخة السابقة، ولو بيدي ما شريت النسخة الجديدة المحسنة، لان يعني الفرق بالنسبة لي غير مجدي، وخلاص اللعبة يعني الناس اشبعوا منها تقريبا، الناس بدأت تهجرها، خذت حاصلها بشكل كامل عشر سنوات الجي تي اي، الناس تحلب فيها يعني خلاص كافي. يعني هذه صراحة نقطة سلبية في شركة روكستار، ما كان لازم تنزل هذه النسخة المحسنة. يعني حتى النسخ السابقة اللي نزلوها اللي هو الريماستر اللي عرضتها بقناتي موجودة، تقدرون تلقونها، اللي هو سان اندرياس والنسخ مات جي تي اي اللي عرضتها انا، للأمانة يعني ما كان لا داعي انكم تنزلونهم. يعني ضيعت جهد موظفينك في انك تركز على شيء انت نجحت فيه وتبي تكرر نجاحك، وهذا النجاح اللي تبي تكرره نوعا ما راح يتكرر زين، لان محبين جي تي اي قاعد ينتقلون وياك من مرحلة لمرحلة. كان الافضل انك تنتج لهم جزء افضل، جزء جديد، ومنها يعني هذا الجزء الجديد تسحب فيه حتى الناس اللي ما تحب جي تي اي او الناس اللي ما لعبت جي تي اي، لكن انك تنتج لي جزء سابق تعيد انتاجه مرة ثانية بصورة محسنة، يعني حسيت انه مبالغة من روكستار. الخلاصة ان مدة عشر سنوات كانت كافية وزيادة على هذه اللعبة، وان انا عن نفسي ما انصح احد يشتريها اذا كان يملكها، واذا كان ما يملك اللعبة نعم اشترها. واذا كنت انت انسان مدمن جي تي اي 5 ويعني حياتك كلها مبنية عليها، فكيفك تبي تشتريها او لا، هذا امر يرجع لك انت شخصيا. هل تبي تعيد اللعبة من اول واحداثها كلها، امر يرجع لك انت كونك انت تملك النسخة اللي خلينا نقول الاولى او الاصلية. انا رايي الشخصي، اذا انا يعني لو ما كنت انا عارض محتوى وتقييم للالعاب اللي تنزل السوق، فما كنت راح اشتريها لو كنت املك النسخه السابقه، لان اللي يلعب جي تي اي مثل ما قلت ما يبحث عن نقاوه كثر ما يبحث عن تنقل والغاز وعالم مفتوح، يعني خصوصا انه هو راح يكون لاعبها اصلا ومخلص من قبل، فانك تعيد انتاجها لها مره ثانيه ما راح يفرق وياه وايد. بشذي يكون أنا خلصت الحلقة اللي وضحت فيها هل فعلا اللعبة تستحق الشراء. أرد وعيد، إذا كنت لا تملك اللعبة فإي نعم اشتر النسخة المحسنة، إذا كنت ما تملك، إذا كنت تملك اللعبة الغير محسنة فما أفضل إنك تشتري النسخة المحسنة. وإذا كنت أنت من مدمنين هذه اللعبة اللي يلعبونها 24 ساعة، فالأمر يرجع لك أنت في إنك تشتري اللعبة أو لا. نصيحة لك لا تشتريها لأنك تملكها أصلا. فخلصنا الحين هذه الحلقة، لا تنسون الدعم باللايك والشير والسبسكرايب. نشوفكم على خير وفمان الله. السلام عليكم.